الخناص وأجندته الفاشلة. بعد تفكير طويل حقيقة رأيت أن أختار هذا العنوان، لأن أكثر ما يتحدث عنه عدنان إبراهيم هو ميزة عدنان إبراهيم، خواص عدنان إبراهيم، موسوعية عدنان إبراهيم. لا أحب التبجحة، هذه الموضوعات كل موضوع فيها أنا أستطيع أن أنجز فيه كتابا ضخما لكثرة ما قرأت، طريقتي مصيري بفضل الله تبارك وتعالى. لا أحب أن أتكلم في موضوع إلا بعد أن أقتله بحثا. أنا أعتبر، شوف، على كل حال عدنان إبراهيم ليس ابن إيه سنة وسنتين، يعني أنا أم وأدرس من أكثر من ربع قرن، ودرست العلوم الشرعية كلها، علوم القرآن والفقه كله على المذهب الحنفي وعلى المذهب الشافعي، وأصول الفقه درسته مرات، وعلوم العقيدة درستها مرات، وعلم مصطلح الحديث درسته مرات، تخيل، وجزءا كبيرا من التفسير. يعني لست رجل يعني إيه يتنطع العلم أو دخيل. بعض الناس على فكرة يظن عدنان إبراهيم درس الطب فقط، لا يعرفون عدنان إبراهيم في العلوم الشرعية منذ العاشرة من عمره. كرامات عدنان إبراهيم، ما يدخل من باب ولا تزكوا أنفسكم. ما أنا أقول يعني المفترض أنه هذا كان أي حديثا في أشياء يسيرة جدا من ألوف الأشياء، عشان أكون واضح معك، من ألوف الأشياء. يعني هذه الأشياء اللي طب هل هي حقيقة اللي قاعدين يقولونها الناس، أنه أنت مثلا يعني تحط إيدك على شيء بدون كهرب ويولع؟ شوف، يعني لا أحب التبجحة، هذه الموضوعات كل موضوع فيها أنا أستطيع أن أنجز فيه كتابا ضخما لكثرة ما قرأت، طريقتي مصيري بفضل الله تبارك وتعالى. لا أحب أن أتكلم في موضوع إلا بعد أن أقتله بحثا. يعني هو الناس تتناقل مثلا قضية أنه القلم اللي تكسر وبعدين رجع مرة ثانية، قضية نعم هذا في الحج، نعم هذه صارت معك، نعم في الحج يا أخي، نعم. والجن جو وطلبوا منك أنك تدعي لهم كذا، هذا في غزلافي، نعم عند هذا صحيح هذا الكلام، نعم سمعتهم بأذن رأسي يا أخي، ادعوا لنا يا أخي. آثار عدنان إبراهيم العلمية التي تحتاج إلى علماء آثار ينقبوا عن هذه الآثار، لأنه حتى الآن مطرع له ولا كتاب، ولا كتاب. صحيح أنه عنده كاريزما، بيلبس لي جرافات وطقم وخطيب، يعني بذكرني بشخصية جون ترافولتا، خطيب إسلامي، خطيب منبر، ممكن نسمي هالخطيب جون ترافولتا. في حلقة في الصميم اللي كان له فيها مقابلة مع الأخ الفاضل الحبيب عبدالله المدافر، أنا حقيقة كنت أظن أنه عبدالله المدافر هو الذي استقبل عدنان إبراهيم وعمل له حلقات طويلة، وأنه هذه الحلقات يومية بينه وبين عبدالله إبراهيم. ما كنت عارف شو الموضوع، فطلعت مني كلمة أنا ولعلي أسأت فيها إلى الأخ الفاضل عبدالله المدافر، وقلت الله ينتقم منه ومن كل من يأتي بهذا الرجل يستضيفه ليلمعه ويجعله رمزا يضل به المسلمين. وفي هذا الشأن لا أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخشى ما أخشى عليكم من بعد الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم قبضا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا. استغرق عدنان في الحلقة اللي هي في الصميم، استغرق من الحلقة 35% تقريبا، يعني 35% من حلقة في الصميم عم يتكلم فيها عن صميم عدنان إبراهيم، عن شخصيته الكريمة، عن شخصيته البخيلة الكريمة. عدنان إبراهيم الذاتي، عدنان إبراهيم النفسي، عدنان إبراهيم ما بعرف شو. يعني طب ما بكفيك إنه هن استدعوك للمعوك، خلاص تواضع شوي،
عيب يعني، يعني بيفكر الناس انه اذا فخم نفسه الناس حيفخموه. ما في ناس نقاد ايضا يعني شايفين يعني الامر واضح. اي نعم، حقيقة كما قال الاخ، مريض نفسي جنون العظمة. الحمد لله انه اتي به، الحمد لله انه اتي به. هم يريدون شيئا والله سبحانه وتعالى يريد شيئا اخر. اللي بدي اقوله انا انه لا تزال الامة تبتلى بشخصيات صنمية. شخصيات شو؟ شخصيات صنمية. تشترى للتضليل ضمن برنامج ممنهج في تضليل الأمة. منهم مثلا خذوا على سبيل المثال لا الحصر الجفري. أنا بس أذكر كلمة جفري بفتح تمي على الآخر، لأن هو متصنع جدا، بيحب ينعم حاله. يعني زبط حالك قد ما بتقدر، اخدع. وعمرو إبراهيم، والله يا جماعة ما يصحش كده، أقسم بالله يا جماعة. شخصية سبحان الله، أنا بيتنتف بدني بس شوفه. يعني هناك محاولات يعني أنه يأقلم الناس على داعية لابس جرافات وحليق. بكرة بيجيبولنا دعاة بيطلعوا على المنبر لابس بابيون. شو هالمناظر هاي؟ يعني حقيقة مش السفاهة يعني اللي عم يستأجرهم وينشرهم ويفرضهم ما عم ينجح في اختيار الشخصيات المناسبة. ومنهم عدنان إبراهيم. ولا يزال التيار السلفي يتصدى لكل هذه الممارسات الممنهجة، ولله الحمد. ولا يزال التيار السلفي هو الأوعى، والذي حقيقة يعاني منه الجميع. يعاني منه الجميع. روسيا عانت منه وابتليت به في الشيشان، في أفغانستان، كذلك في البوسنة، والآن في سوريا. حتى أنه حضرة بشار الأسد امبارح خصص الوهابية بشيء من الكلام. طبعا حارقين دمك، جايين لعندك خطوة خطوة. انت ما كنت مفكر هالشي حيصير. انت بمقدار ما عندك من ترسانات أسلحة يراد بها ان تثبت قدم النصيرية وقدمك من أجل حماية إسرائيل، ظننت أنه الملك سوف يبقى لك والقوة سوف تبقى لك، لكن في إرادة ربانية أقوى منك ومن الذي مكنك. المهم الحمد لله أن هذا التيار الذي حتى بشار الأسد عم يشكي منه، حيبكي، حتنزل دموعه وهو عم يذكر اسم الوهابية. هذا التيار هو الذي تصدى لهذه الشخصيات التي أريد لها أن تكون مرجع السنة لزيادة تضليل السنة. ما حنطول عليكم، رح ندخل مباشرة في حيثيات وتفاصيل ما جرى في الحلقة. طبعا في الحلقة بدأ من أول كلمة قالها عدنان إبراهيم سقط من أول كلمة. الحمد لله زي ما قلت لكم، يعني الرجل أريد له أن يكون شيء أتي به، لكن الحمد لله كما حصل للسقاف سبحان الله، وكما حصل لحسن المالكي يحصل لعدنان إبراهيم لما أتى. بالرغم مما أتوقعه من عدم تمكن عبد الله المديفر في الخلفية العقائدية والدينية، طبعا بحكم التخصص هذا اعلامي، يعني ما نتوقع ان يكون الاعلامي رجل عقائدي وبيفهم كل التفاصيل زي الشيخ عبد العزيز الراجحي مثلا ولا الشيخ ابن عثيمين، لا رجل اعلامي. لكن بالرغم من ذلك عبد الله المديفر ما كان مرتاح لعدنان ابراهيم. يعني بعد شوي كنت اتوقع انه
هيطرش من نطايقه، وكأنه هذه الحلقة مفروضة فرض. لكن أول ما تكلم عدنان إبراهيم حقيقة ضرب نفسه بنفسه. كيف؟ خلينا نسمع الآن. لأنه في الحقيقة ليس عارا أن تكون زيدية، إخوتنا الزيدية موجودون، فضل الله بالملايين، ليس عارا، عيب. فضل الله أن يكون في زيدية، هذا من فضل الله. يعني الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أن يكون في طائفة زيدية، هذا من فضل الله على الأمة. يخرب بيتك. نكمل. يعني أنا أتحدث بهذه اللغة، ليس عارا أن تكون إمامية، الإمامية بالملايين، زهاء 200 مليون شيعي إمامي. وعلى العدد يعني إيه؟ الصواب يعني لا لا مرتبط لا لا بالعدد. ليس هذا، ليس هذا. يعني أقول يعني لو كان عارا لجلد مئات الملايين وهم لا يستعرون منه. هذا مذهب، مذهب إسلامي معترف وموجود. ليس يعني معترف، يعني عاملين له رخصة يمكن. عاملين له رخصة، عاملين له عاملين له رخصة. شو هالكلام الفاضي هذا؟ شو هالكلام الفاضي؟ أليس عارا أن تكون زيديا؟ لأنه الزيدية والشيعة بالملايين. أها أها، الحمد لله أنه المدافر الله يجزيه خير لقته وقال له يعني شو القضية بالعدد يعني. فبهت الجاهل الجهول، بهت الجاهل الجهول. ليس عيبا أن تكون رافضيا؟ ليه؟ لك ما هدول عم يرتكبوا العيب، عم يشوهوا الإسلام. أليس عيبا يا أيها المقيم في فيينا أنه قنوات النمساوية والأوروبية يحطوا صورة الإسلام، ناس عم يضربوا أنفسهم؟ قمة التخلف، قمة التخلف. هذه ألا تشعرك بالعار وأنت ما بتتكلم عنهم أكثر ما بتتكلم عن مين؟ هدول اللي هنيك. ولك ما عنده إلا هدول اللي هنيك. قول السلفية، قول السلفية. ليش؟ ما عنده إلا هدوليك اللي هنيك. طيب وين مين إني؟ هدوليك اللي هنيك. طيب ماشي ماشي. إذا من أول مداخلته الحمد لله سقط. قال ليس عارا أن تكون رافضيا. هذول الرافضة عم يسبوا الصحابي، ضربوا الدين من أساسه من مصادره. ليس عيبا أن تكون رافضيا. ما بعرف ده حيدفعوله علي هاي. كمل كمل نكمل. ليس عارا، لو كنت كذلك سأقول، لكن كيف أكون شيعيا مثلا إماميا وأنا لا أعترف بالإمامة، لا أعترف بنظرية الإمامة، ولي خطب علمية قوية وبطريقة تأصيلية وأحاول أن أهدم بها أركان هذه العقيدة لأنني لا أؤمن بها طبعا، ولا أفعل هذا لأستفز إخواننا الشيعة أبدا. بالعكس، أنا طريقتي دائما صب الماء على نار المسلمين وليس صب الزيت على نار المسلمين، لكن لي خطب ومحاضرات علمية. بسم الله عليك، سبحان اللي خلقك، اسم الله حولك وحواليك. قال هو طريقته دائما صب الماء مش صب الزيت. لك ما شفنا، لك ما شفنا خطبة لإلك إلا فيها صب الزيت. حتى الأخ اللي في الكويت ما عرف يتلفظ اسم هوكينج أعتقد، ما عرف يتلفظ اسمه. لك عمل خطبة جمعة، قال له عامل حالك شيخ وما بتعرف تلفظ اسم الرجل، وكأنه شو اسمه هذا صار معلوم من الدين بالضرورة. وتلقى خطبة جمعة يعاب فيها على من لم يتمكن من ذكر اسم هذا الملحد هوكينج اللي 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 رد عليه أوروبيون وأمريكان، ردوا عليه لإثبات فساد نظريته في نفي وجود خالق للكون. شو هالسخافة هاي؟ والله هذا الرجل سخيف، خلي مرتك تعرفك سخيف. واحد بيطلع لي على خطبة، على فكرة وفي نسوان بيغنوا له، إله أغاني، عاملين له أغاني لعدنان إبراهيم حتى يفشفشوه ويرفعوه شوي حتى ينعنشوه، يعني عم يلمعوه. نا 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 نا، هذه سمعتها الأغنية هاي. يا حرام يا حرام على السخف، يا حرام على السخف. قال هو طريقته دائما بصب المي على الفكرة. أنت ما عم يشوف، ما شايفين حلقاتك؟ الله المستعان. طيب خلينا نكمل، خلينا نكمل. يعني
أعربت فيها عن قناعتي ببطلان هذا المبدأ، مبدأ الإمامة والوصية إلى الإمام علي عليه السلام، لا أقتنع بهذا، لو اقتنعت به سأقول به. أيضا لا أؤمن بالمعصومية عصمة الأمة الاثنى عشر، لا أؤمن بالمهدي الإمام الثاني عشر، ثم بعد ذلك يقال لك عدنان إبراهيم شيعي، يعني هذا نوع من العبط. أولا يعني إذا واحد مطلوب منه أن يؤدي دورا حتى يضرب أهل السنة ويكون يعني مدفوع من قبل الرافضة، طبعا لابد يعني من الحماقة أن يقول أنا رافضي وأنا بدي أتكلم عن البخاري، شيء طبيعي. هو بدي أدي دور آخر أني أنا سني وعم برفض البخاري، فبطبيعة الحال يعني ما حيقول أنا رافضي. ثم إن الرفض لا يحكم عليه أمثالك، مش أنت اللي بتحكم عليه، بيحكم عليه أهل السنة من خلال أقوالك وما يخرج منك. لما تسب أبو هريرة وتقول ما عندوش عزة نفس، ما عندوش عفة نفس، وتطعن بالصحابة وتقول منهم ملعون الوالدين، منهم ملعون الوالدين، ها تفضلوا اسمعوا. الحجاب كان النبي يأكل وأزواجه معه أو زوجته، والصحابة يجلسون برضه. بعض الناس تخيل يجلس يكون مع إيه؟ النبي وزوجة النبي. أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده ويدعي إيه؟ أم المؤمنين. والنبي يرى هذا ويعجبه. النبي عم يشوف إنه أيديهم عم توصل لأيادي نسوانه وهو مضايق. ما عم يعمل شيء، بس ما عمل شيء، ما تكلم سيدنا محمد. شوف السيناريو هالسخيف الأبلة، هالسخيف الرويبضة. النبي زعلان، عم يشوف الأيادي عم تشتبك، أيادي الصحابة قاعدين، الصحابة عم يحطوا إيدهم بالإناء منشان شو؟ منشان تلمس إيديهم إيدين زوجات النبي. يخرب بيتك شو كذاب، يخرب بيتك ما أكذبك. مكمل. ناس ما شاء الله بيبحثوا عن لحم وين في المرق كذا، ايه بالبوكس قدامه ولا في تصيف ايده، هي اكيد قاعد الطرف الثاني معنا الغزوات. فعمر ما عجبوش، شو هذا؟ عدة مرات فغضب، او البخاري في صحيحه عن عمر قال يا رسول الله ان نساءك او لا انه يخشاك البر والفاجر، فلو امرت نساءك ان يحتجبن. هذا الوضع يا محمد ما عجبني بصراحة. شوف السخيف. والله أنا هذا يعني كيف بدي أوصفه؟ شو بقول مثلا؟ يعني لو 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 كان هو بياع مثلا في مخبز وشفت المسطرة هاي ما بشتري من عنده، بروح بشوف واحد تاني. لك إذا كان بياع مناقيش ما برضى أشوف وجهه. شو هالكلام هذا وشو هالكذب؟ الآن دخل شغلي على شغلي حتى يضبط الكذبة تاعته، تكلم عن محاولة الصحابي لمس إيدين زوجات النبي وأن عمر كذلك لم يعجبه ذلك. يا رسول الله هذا الشيء مش عاجبني أبدا، والرواية ما إلى علاقة بمحاولة لمس الإيدين ولا كذا، هذا كان دخول الصحابة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنساء لم يكن قد احتجبن بعد، ما نزلت آية الحجاب. هذه القضية، شو دخل قضية محاولة الصحابي أن يمسكوا إيدين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالرجل سفيه. نكمل سفاهته. لو اليوم عمر بعد عن هؤلاء انحنفت عليهم، فقال لك عمر الفاسق المجرم هذا مثل مثل عدنان إبراهيم كذا، يشوف الصحابة انتوا بلان اصلا، انا اقول لكم انتوا بلان، ولا فاهمين حاجة انتوا، ولا قاعدين تفهموا، ولا قاعدين تفهموا. النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر، شو بقول له؟ فيهم منافق وفيهم العين والدي. والله لولا الانضباط بضابط الشريعة لرددتها عليه وعلى والدي، لكني ملتزم بضابط الشرع ولا تزر وازرة وزر أخرى. هيك بيحكوا عن الصحابة، هذا هو المجدد، هذا مجدد عصره. الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى كشفه، الله المستعان. طيب نكمل بارك الله فيكم. إذا قال ليس عيبا أنك تكون رافضي، ثم أراد بموضوع الإمام إنكار الإمامة وإنكار العصمة والمهدوية، أراد بذلك أن يبرئ نفسه من الرفض. لا، الرفض صب الصحابة، الرفض
سب الصحابة كما أطبق على ذلك علماؤنا. إذا سب الصحابة فهو رافضي. بدك تسب الصحابة وتبرئ نفسك؟ لا يبرئك من الرفض أن تنكر الإمامة، لا يبرئك من الرفض أن تنكر المهدوية، لا يبرئك من الرفض أن تنكر العصمة، بل يثبت عليك الرفض بمجرد سبك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حيدة، هرب، هرب عدنان إبراهيم من الموضوع، وجعل قضية إنكار الإمامة والعصمة والمهدوية جعلها علامة على أنه ليس برافضي. ولا كذاب، أنت نسيت أنك تكلمت مع غرفة الغدير وقلت لهم الله المستعان، من أحب أهل بيت النبي فليتجهز للابتلاء، فليحضر نفسه للابتلاء. يعني أهل السنة كل ما شافوا واحد عنده حب لأهل البيت آذوه اضطهدوه، آذوه واضطهدوه. المهم أنه يقول ليس عيبا أن تكون رافضيا، لأن الروافض بالملايين إيه سيدو، والبوذيون بالمليارات سيدو، شو بنعمل؟ هنيئا لك، ليس عارا أن تكون بوذيا، ليس عارا أن تكون بوذيا، لأن البوذيين بالمليارات هم أكثر، هم أكثر بني آدم في عصرنا هذا، بل وربما في كل عصر، بل ربما في كل عصر هم. وهذه مشكلة، يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى العفو، يعني ما في دعوة زي الناس. وين في عهد الصحابة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم تنضي سنوات على موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وانتشر الصحابة في الآفاق ووصل الإسلام إلى الصين. لكن للأسف الشديد تغير وضع المسلمين، لكن هني الآن هو الأكثر. فليس عارا أن تكون بوذيا، ليس عارا أن تكون هندوسيا. شال يعني حقيقة عدنان إبراهيم إكسسوارات، لكن استوكيت قديمة فشل تسويقها والترويج لها. وصحيح مثل ما قلت أنا أنه عبدالله المدافر مع أنه كان ضحل المعلومات عن عدنان إبراهيم، وأنا أعتب عليه في ذلك. يعني أنا عندي الآن، أنا عملت ملف حوالي يمكن 20 صفحة، هذا هو عدنان إبراهيم باختصار. لو قرأ الأمور الموجودة، لو قرأها كان تبين له أمور عجيبة جدا. لكن للإنصاف أقول لم يكن عبد الله المدافر مقتنعا بكلامه، وهذا أول ضرب ضربوا إياها عبد الله المدافر لعدنان إبراهيم في حلقة في الصميم، فكانت ضربة من المدافر ضربة في الصميم. طيب ماذا عن الصحابة يا عدنان إبراهيم؟ حنسمع الآن ماذا يقول ونعلق إن شاء الله. خلينا بس نستمع إلى بقية كلامه. يعني سأسمح نفسي أن أستخدم هذه العبارة، وفي الحقيقة هو فجور في الخصومة، لابد أن أكون واضحا، وأعرف أنهم فجور في خصومة، ما حملهم عليه إلا فجورهم في خصومة العبد الفقير عدنان إبراهيم، هو هذا. فأنا لست شيعيا ولست زيديا، ولو كنت لقلت. ماذا يريد عدنان إبراهيم طيب؟ ماذا يريد على المستوى الشخصي وعلى مستوى أمتي المرحومة بإذن الله تبارك وتعالى؟ فالحقيقة على المستوى الشخصي يعني ما ظللت أجده ولا أزال، وإن شاء الله ألقى الله وأنا أجده، هي مزيد من العمار في علاقتي مع الله تبارك وتعالى. هذا أكثر ما يهمني على فكرة، وهذا الذي يعطيني الثقة ربما المطلقة في مواقفي، في آرائي، في نفسي وفي شخصيتي، لأنني رجل يبحث عن الله تبارك وتعالى ويبحث عن تحسين وتعمير علاقته بالله. يعني رضا الله هو غايتي الأولى والأخيرة. أنا أكون معك واضحا وصريحا، ولذلك أنا أقول ما في دائما، ما في داخلي وما في صميمي، ودائما أدفع الثمن والأكلاف الغالية غيري لا يفعلون. أنا أعرف كثير من العلماء والمشايخ يعني ينطعون على قناعات كثيرة، ولكنهم لا يبوحون بعشر معيشيرها خشية القي والقرن وخشية أن يفقد جمهوره. عدنان إبراهيم آتاه الله تبارك وتعالى أعتقد نعمة إن شاء الله، إن شاء الله تدوم وتزداد، لا يطلب جمهورا، لا يطلب ظهورا، لا أعتني بهذا على الإطلاق. الأخوة المقربون مني يعرفون أكثر شيء أكرهه هو الظهور الإعلامي، لا أحب هذا. حتى هذا البرنامج رحمة العالمين يعلم الله، وزوجي تعلم هذا، ظللت آخر فترة. أهم شيء شهادة زوجته. هلا بيضل بيحشر زوجته عدة مرات بالحلقة، والله إن زوجتي تشهد،
والله زوجتي تشهد. ولو كان عندك اثنين مثلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لو عندك اثنين شهادتين ممكن، بس يعني شهادة امرأة واحدة. اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. شو هالكلام هذا؟ شو هالكلام هذا؟ وهو يريد الله. بدك رب العالمين، بدك رب العالمين وقاعد تسب الصحابة وتعادي أهل السنة، بدك رب العالمين. ماشي ماشي، نكمل على كل حال إن شاء الله. نكمل لو لآخر ساعة أدعو يا رب يعني إيه يعني نحي هذا عني، إلا إن كنت تعلم أن فيه خير للأمة فأنا أستسلم. فأنا لا أطلب الظهور، لا أطلب رضا الجماهير، أطلب رضا الله تبارك وتعالى على المستوى الشخصي. حتى كل قراءتي وهي يعني واضح أنها قراءات موسوعية، أنا أتعبت نفسي وما زلت أتعب، يعني أقرأ في كل فن تقريبا، في كل علم ليل نهار، حياتي هي حياة كتاب فقط، حياة رجل مع كتاب هكذا. تخيل أطلب من خلال هذه المعارف وجه الله تبارك وتعالى. تخيل على مستوى أمتي المرحومة وديني العظيم. تخيل اني انا هكذا، تخيل. طيب عم نتخيل بس ما عم يزبط معنا التخيل، لانه ما عم نشوف لك اثار علميه زي الناس. بس ما في مانع انه نتخيل، حنتخيل ان شاء الله. تفضل كمل اجري بحديثك. الذي نظرت حياتي كلها له بفضل الله تبارك وتعالى، اطلب ان تقتعد امتي مكانتها بين الامم مره اخرى، وان تمارس باذن الله دورها، وان تطلع بواجبها لكي تدخل في مرحلة أو دورة عالمية ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أعتقد أن الإسلام لم يستنفذ أغراضه. طيب سمعتوا يا أخواني اللي أنا سمعته؟ سمعتوا يا أخواني اللي أنا سمعته؟ أنا أعتقد أن الإسلام لم يستنفذ أغراضه. هو قالها كلمة، وأنا أعتقد أن الكلمة هذه يعني لن تمر هكذا، كلمة خطيرة أن يقول الإسلام ما استنفذ أغراضه. يعني رب العالمين ما حقق هدفه، ما حقق مراده، ما بعرف. طيب الذي يقول الصحابي عاملين لبيت النبي مقهى أبو العبد. من أصاب من طعام وجلس لغير حاجة، جلس لماذا؟ يستأنس بالحديث، عامل لي فيها إيه؟ قصص وحديث هي في بيت رسول الله. مقهى أبو العبد، فكروا مقهى هذا مضاف قاعد لي فيها. وفيهم من هو ملعون الوالدين، وفيهم من هو حقير. إبراهيم كذا يسب الصحابة. أنتوا هبلان أصلا، أنا أقول لكم أنتوا هبلان ولا فاهمين حاجة، أنتوا ولا قادرين تفهموا. بدكم تفهموا النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر، شو تقول لي؟ وفيهم منافق وفيهم لعين الوالدين. الله قال هيك، شو دو صحابة أمر قال له فيهم البر وفيهم الفاجر. عارفين إيش الفاجر؟ من ينطوي على ريب وفساد. الله سماهم في السورة هذه في قلوبهم مرض، بيشتهي شغلات، بفكر في شغلات، فهمتوا كيف؟ ايه بحب يطلع في مرض النبي، ممكن بحب يلمس ايدها. فاجر صحابي وفاجر وحقير. ايه وابو هريرة ما عندوش عفة نفس. في العفيف النفس، في ما عندوش عفة نفس. وحكون واضح معاكم، هنشوف اليوم كلامنا عن ابي هريرة رحمه الله. ما عندوش عفة نفس الرجل هذا. حقين جنون. أقل حديث في البخاري ومسلم حنشوف إحنا ما عنده هالعفة هذه. في ناس منا الآن مستعد يموت ولا إيه يعمل مثلا أشياء عملها أبو هريرة، مش مستعد يعملها، لابد يموت. وعلماء السلفيين إسلامهم إسلام كهنوت. بعضهم كتب، تعرفون هذا الذي كتب حمزة كشغري، هذا الله يهديه إن شاء الله ويصلحه ويفك أسره لكي تنتصر حرية الرأي وحرية الكلام. لا نريد أن نقتل من يتكلم بما يخالفنا، يعيش، لم يحمل سلاح، لم يحمل رصاصا، عنده الحق أن يعيش مكرما وافرا دون أن يهان. أيها الإخوة، هذا الإسلام كما نفهمه وكما ندعو إليه ونحب أن يفهم. أيوة، ليس إسلام الكهنوت وليس إسلام الفقهاء التاريخيين، نقولها بوضوح، هذه رسالة. حمزة كشغري قال مخاطبا الرسول صلوات ربي وتسليمته عليه وآله، قال أحببت فيك أشياء وكرهت فيك أشياء. عنده الحق أن يكره بعض الأشياء ليست في الرسول، لا المنسوبة إلى الرسول. أنا أقول سواء حمزة أو غير حمزة، مبدئيا عنده الحق أن يقول كرهت بعض الأشياء في الرسول، ليس في الرسول الحقيقي، في الرسول الافتراضي. لكن الآن المفاجأة الكبرى أنه لما سئل عدنان إبراهيم عن
كتبه وأثاره العلمية وشكك أو طولب بإبراز شهادة الماجستير والدكتوراه زعل. هاي مش هتفهم، لازم تشك، وبحرضك على الشك. عدنان إبراهيم بحرضك على القراءة، غزالي بحرضك على الشك. بس أنا حرضت على الشك دائما بصراحة. أنا عندي خطبة أقول لك فيها إيه، ما تطلعش مخدوع. يعني حتى الإيمان تبعك بالدين نفسه، وعندنا إيمان مطلق الحمد لله ويقيني، لكن لابد أن نعيد اختبار إيماننا بديننا كل فترة بحسب اتساع. أنا أفعل هذا، قلت لكم أفعل هذا دائما. لا حأفترض بالمطلق أنه دين الحق، لا حأفترض بالمطلق أنه دين الحق، لا حأفترض بالمطلق أنه دين الحق، لا لا أطلع مخدوع يا أخي، يطلع الدين هذا مش صح. لا أطلع مخدوع يا أخي، يطلع الدين هذا مش صح. لا أطلع مخدوع يا أخي، يطلع الدين هذا مش صح. وهذا الصح، هيك الإنسان مستقل. أنا بقولك لابد أن يكون عندك مرونة في إكسبريت أنك تناقش دينك، عقائدك، وجود الله، صدق النبي، القرآن، كل شيء. الشك في دين الله يجوز، لكن الشك فيك يا عدنان لا يجوز، ولازم تشك في وجود الله وصدق النبي. الآن ترقبوا الفضيحة. ظهرت معي محمد الداهوم يقول: تريد ما عنوان رسالتك الدكتوراه وفي أي جامعة؟ ستتفاجأ أنه ليس دكتور. ليه مسكين هذا؟ كذاب هذا، هذا كذاب. طيب ليش اللغة ذي كذاب؟ طبعا لأنه هذا إنسان حاقد، هذا رجل كذاب. شوف يكذب أمام الناس ولا يخجل، وحاقد وحقوق وشكك في عليك كل شيء. يا أخي لا، يعني أنا رد بدون هذه العبارات، بدون كذاب، بدون سخيف، بدون مدري إيش. ماذا قال هو؟ طيب نعم. لا 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 أحتمل هذا الإنسان بالذات، هذا الإنسان، هذا النكر، هذا لا أحتمله. حين يقرأ رسالتي إن شاء الله بعد أشهر مطبوعة وشوف التقدير عليها إن شاء الله. طيب أنا يعني أنت جاوبني أنا، خليني أنا اللي سأل، يعني إيش، وين الماجستير، وين الدكتوراه؟ يعني بهذه البساطة حتى يعني تهدأ وتخبرني بهذا الموضوع. إيه لأنه هذه حقارة فكرية يا أخي الكريم. لا يجوز تشكيك في كل شيء، وين الماجستير والدكتوراه؟ لا يجوز تشكيك في كل شيء، وين الماجستير والدكتوراه؟ لا يجوز تشكيك في كل شيء، وين الماجستير والدكتوراه؟ هاي مش هتفهم، لازم تشك، وبحرضك على الشك. عدنان إبراهيم بحرضك على القراءة، غزالي بحرضك على الشك. بس أنا حرضت على الشك دائما بصراحة. أنا عندي خطبة أقول لك فيها إيه، ما تطلعش مخدوع. يعني حتى الإيمان تبعك بالدين نفسه، وعندنا إيمان مطلق الحمد لله ويقيني، لكن لابد أن نعيد اختبار إيماننا بديننا كل فترة بحسب اتساع. أنا أفعل هذا، قلت لكم أفعل هذا دائما. الشك في دين الله يجوز، لكن الشك فيك يا عدنان لا يجوز. البكالوريوس من الأوزاعي بتفوق بفضل الله تبارك وتعالى. الماجستير من جامعة فيينا، وعن أمنا عائشة، وكم كان سنها حين بنى بها رسول الله بتفوق. والدكتورون نفس الشيء، عن حرية الاعتقاد ومعترضاته في القرآن الكريم، من جامعة فيينا يا أخي، سبحان الله. وعلى فكرة قل له، قل للدهوم أفندي ولمن يكذب له، لبروفيسور العالم الذي أشرف على عدنان إبراهيم في المرتين، قال عدنان إبراهيم مش عالم ومش مفكر، مصلح مثل مارتن لوثر لدينا هنا في المسيحية. طيب. هذه شهادة البروفيسور، مش حكاية دكتوراه وماجستير لسه. طيب. أيوة، رسالة في نقد روايات بناء النبي بعائشة وهي صغيرة، ومعترضات آيات الحرية في القرآن الكريم، رسالتين موجهتان ضد الإسلام. ولذلك منحك البروفيسور النمساوي، هذا ما كان يهودي، منحك لقب مارتن لوثر، لأن مارتن لوثر شق الكنيسة وأنشأ طائفة بروتستانتية. فيراد منك أنت الآن أنك تشق الإسلام وتعمل طائفة جديدة وتعتبر أنت مارتن لوثر الإسلام. ولك يا عيني عليك، انتبهوا يا أيها الناس من هذا المجرم عدنان إبراهيم. الأمر صار واضح، الأمر صار واضح. وحتى تاخذوا فكرة عن رسالة الماجستير في حق ستنا عائشة، شوفوا كيف بيقف على المنبر وبيشكك في الروايات اللي في البخاري وغيره انه عائشة بنى بها النبي وهي بنت تسع. عرفتوا شو هي شهادة الماجستير تاعته اللي بالنمسا عن ستنا عائشة؟ شوفوا تفرجوا هالمنظر. هذا حديث احاد، هذه يا اخي احاديث احاد. من اين لي ان النبي فعل هذا؟ من اين لي انه تزوج عائشة عمرها 9 سنوات دخل بها؟ من اين لي اليقين بهذا؟ آثار عدنان إبراهيم العلمية التي تحتاج إلى علماء آثار ينقبوا عن هذه الآثار، لأنه حتى الآن مطرأ له ولا كتاب، ولا كتاب. صحيح أنه عنده كاريزما
بيلبس لي جرافات وطقم وخطيب، يعني بذكرني بشخصية جون ترافولتا، خطيب إسلامي، خطيب منبر، ممكن نسمي هالخطيب جون ترافولتا. نعم، ما بعد ناقصه إلا بس يتحرك لي هيك حركات يعني قريبة من الرأس. شو هالمنظر هيدا؟ شو هالمنظر هيدا؟ على كل حال، في حلقة في الصميم اللي كان له فيها مقابلة مع الأخ الفاضل الحبيب عبد الله المدافر، أنا حقيقة كنت أظن إنه عبد الله المدافر هو الذي استقبل عدنان إبراهيم وعمل له حلقات طويلة، وإنه هذه الحلقات يومية بينه وبين عبدان إبراهيم، ما كنت عارف شو الموضوع، فطلعت مني كلمة أنا ولعلي أسأت فيها إلى الأخ الفاضل عبد الله المدافر، وقلت الله ينتقم منه ومن كل من يأتي بهذا الرجل يستضيفه ليلمعه ويجعله رمزا يضل به المسلمين. وفي هذا الشأن لا أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخشى ما أخشى عليكم من بعد الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم قبضا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا. استغرق عدنان في الحلقة اللي هي في الصميم، استغرق من الحلقة 35% تقريبا، يعني 35% من حلقة في الصميم عم يتكلم فيها عن صميم عدنان إبراهيم، عن شخصيته البخيل الكريمة، عن شخصيته نعم البخيل الكريمة، عفوا، عدنان إبراهيم الذاتي، عدنان إبراهيم النفسي، عدنان إبراهيم ما بعرف شو، يعني طب ما بكفيك انه هن استدعوك ليلمعوك، خلاص تواضع شوي، عيب يعني بيفكر الناس انه اذا فخم نفسه الناس حيفخموه، ما في ناس نقاد ايضا يعني شايفين، يعني الامر واضح. اي نعم، حقيقة كما قال الاخ مريض نفسي جنون العظمة، الحمد لله انه اتي به، الحمد لله انه اتي به، هم يريدون شيئا والله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر. المهم، يعني اللي بدي أقوله أنا أنه لا تزال الأمة تبتلى بشخصيات صنمية، شخصيات شو؟ شخصيات صنمية. تشترى للتضليل ضمن برنامج ممنهج في تضليل الأمة. منهم مثلا خذوا على سبيل المثال لا الحصر الجفري، أنا بس أذكر كلمة جفري بفتح تمي على الآخر لأن هو متصنع جدا، بيحب ينعم حاله، يعني زبط حالك قد ما بتقدر اخدع. وعمر إبراهيم، والله يا جماعة ما يصحش كده، أقسم بالله يا جماعة، شخصية سبحان الله، أنا بيتنتف بدني بس شوفه، يعني هناك محاولات يعني أنه يأقلم الناس على داعية لابس جرافات وحليق، بكرة بيجيبولنا دعاة بيطلعوا على المنبر لابس بابيون. انتو بتعرفوا البابيون ولا بتعرفوها؟ بابيون
إيه شو هالمناظر هاي؟ يعني حقيقة مش السفاهم يعني اللي عم يستأجرهم وينشرهم ويفرضهم ما عم ينجح في اختيار الشخصيات المناسبة، ومنهم عدنان إبراهيم. ولا يزال التيار السلفي يتصدى لكل هذه الممارسات الممنهجة، ولله الحمد. ولا يزال التيار السلفي هو الأوعى والذي حقيقة يعاني منه الجميع، يعاني منه الجميع. روسيا عانت منه، روسيا عانت منه وابتليت به في الشيشان، في أفغانستان، كذلك في البوسنة، والآن في سوريا. حتى أنه حضرة بشار الأسد امبارح خصص الوهابية بشيء من الكلام. طبعا حارقين دمك جايين لعندك خطوة خطوة. انت ما كنت مفكر هالشي حيصير. انت بمقدار ما عندك من ترسانات أسلحة يراد بها ان تثبت قدم النصيرية وقدمك من اجل حماية اسرائيل، ظننت انه الملك سوف يبقى لك والقوة سوف تبقى لك، لكن في إرادة ربانية أقوى منك ومن الذي مكنك. المهم الحمد لله أن هذا التيار الذي حتى بشار الأسد عم يشكي منه، حيبكي حتنزل دموعه وهو عم يذكر اسم الوهابية، هذا التيار هو الذي تصدى لهذه الشخصيات التي أريد لها أن تكون مرجع السنة لزيادة تضليل السنة. ما حنطول عليكم، رح ندخل مباشرة في حيثيات وتفاصيل ما جرى في الحلقة. طبعا في الحلقة بدأ من أول كلمة قالها عدنان إبراهيم سقط من أول كلمة. الحمد لله زي ما قلت لكم، يعني الرجل أريد له أن يكون شيء أتي به، لكن الحمد لله كما حصل للسقاف سبحان الله، وكما حصل لحسن المالكي يحصل لعدنان إبراهيم لما أتى. بالرغم مما أتوقعه من عدم تمكن عبدالله المديفر في الخلفية العقائدية والدينية، طبعا بحكم التخصص هذا إعلامي، يعني ما نتوقع أن يكون الإعلامي رجل عقائدي وبيفهم كل التفاصيل زي الشيخ عبد العزيز الراجحي مثلا ولا الشيخ ابن عثيمين، لا رجل اعلامي. لكن بالرغم من ذلك عبد الله المديفر ما كان مرتاح لعدنان ابراهيم، يعني بعد شوي كنت اتوقع انه حيستفرغ حيطرش، منه طايقه، وكانه هذه الحلقه مفروضه فرض. لكن اول ما تكلم عدنان ابراهيم حقيقه ضرب نفسه بنفسه. كيف؟ خلينا نسمع الآن. لأنه في الحقيقة ليس عارا أن تكون زيديا، إخوتنا الزيدية موجودون فضل الله بالملايين، ليس عارا، عيب فضل الله أن يكون في زيدية، هذا من فضل الله. يعني الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أن يكون في طائفة زيدية هذا من فضل الله على الأمة. يخرب بيتك. نكمل. يعني أنا أتحدث بهذه اللغة، ليس عارا ان تكون اماميا، الاماميه بالملايين، زهاء 200 مليون شيعي امامي وعلى العدد، يعني إيه؟ الصواب يعني لا لا مرتبط بالعدد، ليس هذا يعني اقول يعني لو كان عارا لجلد مئات الملايين وهم لا يستعرون منه، هذا مذهب اسلامي معترف وموجود. ليس يعني معترف، يعني عاملين له رخصه، يمكن عاملين له رخصه. شو هالكلام الفاضي؟ أليس عارا أن تكون زيديا؟ لأنه الزيدية والشيعة بالملايين. أها الحمد لله أنه المديفر الله يجزيه خير لقته وقال له يعني شو القضية بالعدد يعني. فبهت الجاهل الجهول، ليس عيبا أن تكون رافضيا. ليه؟
لك ما هدول عم يرتكبوا العيب، عم يشوهوا الإسلام، أليس عيبا يا أيها المقيم في فيينا أنه قنوات النمساوية والأوروبية يحطوا صورة الإسلام، ناس عم يضربوا أنفسهم؟ قمة التخلف، قمة التخلف. هذه ألا تشعرك بالعار وأنت ما بتتكلم عنهم أكثر ما بتتكلم عن مين؟ هدول اللي هنيك. ولك ما عنده إلا هدول اللي هنيك. قول السلفية ليش؟ ما عنده إلا هدوليك اللي هنيك. طيب وين مين إني؟ هدوليك اللي هنيك. طيب ماشي. إذا من أول مداخلته الحمد لله سقط. قال ليس عارا أن تكون رافضيا. هدول الرافضة عم يسبوا الصحابي، ضربوا الدين من أساسه من مصادره، ليس عيبا أن تكون رافضيا. ما بعرف ده حيدفعوله علي هاي. نكمل. ليس عارا، لو كنت كذلك سأقول، لكن كيف أكون شيعيا مثلا إماميا وأنا لا أعترف بالإمامة، لا أعترف بنظرية الإمامة، ولي خطب علمية قوية وبطريقة أصيلية، وأحاول أن أهدم بها أركان هذه العقيدة لأنني لا أؤمن بها طبعا، ولا أفعل هذا لأستفز إخواننا الشيعة أبدا، بالعكس أنا طريقتي دائما صب الماء على نار المسلمين وليس صب الزيت على نار المسلمين، لكن لي خطب ومحاضرات علمية. بسم الله عليك، سبحان اللي خلقك، اسم الله حولك وحواليك. قال هو طريقته دائما صب الماء مش صب الزيت. لك ما شفنا خطبة لك إلا فيها صب الزيت. حتى الأخ اللي في الكويت ما عرف يتلفظ اسم هوكينج أعتقد، ما عرف يتلفظ اسمه، لك عمل خطبة جمعة، قال له عامل حالك شيخ وما بتعرف تلفظ اسم الرجل، وكأنه شو اسمه هذا صار معلوم من الدين بالضرورة، وتلقى خطبة جمعة يعاب فيها على من لم يتمكن من ذكر اسم هذا الملحد هوكينج اللي رد عليه أوروبيون وأمريكان، ردوا عليه لإثبات فساد نظريته في نفي وجود خالق للكون. شو هالسخافة هاي؟ والله هذا الرجل سخيف، خلي مرتك تعرفك سخيف. واحد بيطلع لي على خطبة، على فكرة وفي نسوان بيغنوا له، إله أغاني، عاملين له أغاني لعدنان إبراهيم حتى يفشف شو ويرفعوه شوي حتى ينعن شو، يعني عم يلمعوه نا 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 نا. هذه سمعتها الأغنية هاي. يا حرام على السخف، يا حرام على السخف. قال هو طريقته دائما بصب المي على الفكرة. أنت ما عم يشوف، ما شايفين حلقاتك، الله المستعان. طيب خلينا نكمل. يعني أعرضت فيها عن قناعتي ببطلان هذا المبدأ، مبدأ الإمامة والوصية إلى الإمام علي عليه السلام، لا أقتنع بهذا، لو اقتنعت به سأقول به. أيضا لا أؤمن بالمعصومية، عصمة الأمة اللي هي الاثنى عشر، لا أؤمن بالمهدي الإمام الثاني عشر، ثم بعد ذلك يقال لك عدنان إبراهيم شيعي، يعني هذا نغمة العبط. أولا يعني إذا واحد مطلوب منه أن يؤدي دورا حتى يضرب أهل السنة ويكون يعني مدفوع من قبل الرافضة، طبعا لابد يعني من الحماقة أن يقول أنا رافضي وأنا بدي أتكلم عن البخاري، شيء طبيعي. هو بدي أدي دور آخر أني أنا سني وعم برفض البخاري، فبطبيعة الحال يعني ما حيقول أنا رافضي. ثم إن الرفض لا يحكم عليه أمثالك، مش أنت اللي بتحكم عليه، بيحكم عليه أهل السنة من خلال أقوالك وما يخرج منك. لما تسب أبو هريرة وتقول ما عندوش عزة نفس، ما عندوش عفة نفس، وتطعن بالصحابة وتقول منهم ملعون الوالدين، منهم ملعون الوالدين، ها تفضلوا اسمعوا. الحجاب كان النبي يأكل وزوجه معه أو زوجته، والصحابة يجلسون برضه، بعض الناس تخيل يجلس يكون معي النبي وزوجة النبي، أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده، هذا أم المؤمنين، والنبي يرى هذا ولا يعجبه.
النبي عم يشوف انه ايديهم عم توصل لايادي نسوانه وهو مدايق ما عم يعمل شيء، بس ما عمل شيء ما تكلم سيدنا محمد. شوف السيناريو هالسخيف الأبلة هالسخيف الرويبضة. النبي زعلان عم يشوف الايادي عم تشتبك، ايادي الصحابة قاعدين، الصحابة عم يحطوا ايدهم بالاناء منشان شو؟ منشان تلمس ايديهم ايدين زوجات النبي. يخرب بيتك شو كذاب، يخرب بيتك ما اكذبك. نكمل. ما شاء الله بيبحثوا عن اللحم وين في المرق كذا، ايه بوقف قدامه ولا كيف بسيف ايدها، هي اكيد قاعد بالطرف الثاني بعمل غزوات فعمر يعني ابوش شو هذا عدة مرات فغضب. او البخاري هو صحيح عن عمر قال يا رسول الله ان نساءك او لا انه يخشاك البر والفاجر فلو امرت نساءك ان يحتجبن. هذا الوضع يا محمد ما عجبني بصراحة. شوف السخيف. والله أنا هذا يعني كيف بدي أوصفه، شو بقول مثلا يعني لو 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 كان هو بياع مثلا في مخبز وشفت المسطرة هاي ما بشتري من عنده، بروح بشوف واحد تاني. لك إذا كان بياع مناقيش ما برضى أشوف وجهه. شو هالكلام هذا وشو هالكذب؟ الآن دخل شغلي على شغلي حتى يضبط الكذب بتاعته، تكلم عن محاولة الصحابي لمس إيدين زوجات النبي وأن عمر كذلك لم يعجبه ذلك. يا رسول الله هذا الشيء مش عاجبني أبدا، والرواية ما إلى علاقة بمحاولة لمس الإيدين ولا كذا. هذا كان دخول الصحابة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنساء لم يكن قد احتجبن بعد، ما نزلت آية الحجاب.